طبعا زي ما عودناكم احنا جايبين كل اخبار الاسبوع اللي انتوا اهتميتوا بيها على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي بفقره ترندز اوف ذا ويك. تتويج الملك، السوبر يتصدر الترند، عوده سيلين ديون. يمكن اكتر حدث شغل الناس على السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت كان حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، وطبعا كعادة السوشيال ميديا كان اغلب اهتمام الناس بلبس الاميرات والمجوهرات الملكية، ولكن كمان شفنا كلنا كلام كتير جدا عن الاميرة الراحلة دايانا، ويمكن الاميرة دايانا كانت زي ما بيقولوا كده الحاضر الغائب في حفل التتويج ده، خصوصا لما ظهرت الأميرة كيت ميدلتون أميرة ويلز وزوجة ولي العهد الأمير ويليام وهي لابسة حلق من مجوهرات الأميرة الراحلة ديانا كنوع من التكريم ليها. وكان كمان من الحاجات اللي شغلت الناس على السوشيال ميديا هي عربة التتويج الملكية وتاج الملكة إليزابيث واللي اتعمل عليه بعض التعديلات وإضافة عدد من مجوهراتها علشان ترتدي الملكة القرينة كاميليا. God save the king! God save the king! أكيد طبعاً كانت مباراة السوبر المصري واللي اتلعب في الإمارات يوم الجمعة اللي فاتت واحد من أكتر الموضوعات اللي لسه متصدرة الترند لحد النهاردة، وده بعد فوز النادي الأهلي بالبطولة الـ13 في تاريخه. من أكتر الحاجات اللي اتكلم عنها الناس على السوشيال ميديا والمتعلقة بالماتش كانت حفل تامر حسني واللي أقيمت في ملعب المباراة قبل بدايته مباشرة، وطبعا كان انسحاب نادي الزمالك من المباراة واستبداله بنادي بيراميدز من الموضوعات اللي شغلت الناس جدا واتكلموا عليها كتير، وطبعا كلنا عارفين ان النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا في البطولة الافريقية مع نادي الترجي التونسي يوم 12 اللي جاي، واكيد بنتمنى التوفيق للاهلي وانه يقدر يوصل لنهائي البطولة ويحقق اللقب. ومن الموضوعات اللي اتصدرت الترند عالميا مش مصر بس كان اعلان المطربة سيلين ديون عودتها للغناء مرة تانية واطلاق عدد من الاغنيات الجديدة، وده لاول مرة طبعا يحصل بعد الاعلان عن اصابتها في ديسمبر اللي فات بمتلازمة عصبية نادرة جدا اسمها متلازمة الشخص المتيبس، وده المرض اللي بيخليها مش قادرة انها تقف او تتحرك وكمان بتواجه صعوبة في الغناء طبعا، وده مرض بيصيب 1 كل مليون شخص وبينتج عنه كمان تشنجات كتير. وعن الألبوم الجديد بتاعها فهو اسمه Love Again وهيضم أعمال موسيقية خاصة بفيلم يحمل الاسم نفسه وبينهم 5 أغاني جديدة وهيكون فيه برضو عدد من الأعمال القديمة لسيلين ديون، والمفروض أن الألبوم هينزل الأسواق يوم 12 مايو اللي جاي، وده طبعا في نفس وقت عرض الفيلم في دور السينما العالمية.